فتحت البوابات على بركة الله لتنافس 11 راس بمشاركة فرس سماع 10 حصن في الشوط السادس على جائزة النادي التقديرية على مسافة 2000 متر، وقيمة الجائزة 90,000 ريال. اللي يبدأ الانطلاقة في هذه اللحظات، فاطم في المرتبة الأولى، مدفع في المرتبة الثانية، معيوف في المرتبة الثالثة، والردادي في المرتبة الرابعة، وسيبويه يأتي إلى المرتبة الرابعة في هذه اللحظات مع المنعطف الأول للجياد في الشوط السادس على جائزة النادي التقديرية. مدفع يبدأ الانطلاقة الآن في المرتبة الأولى، مدفع يتقدم بطول كامل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، وفاطن إلى المرتبة الثانية، معيوف إلى المرتبة الثالثة، سيبوي المرتبة الرابعة، محاولات من الردادي للخروج من الخارج في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. في المرتبة الخامسة الاتحاد مع سيبوي في هذه اللحظات، فيما مدفع يحتفظ بالصدارة. يأتي معيوف الآن أحد الأسماء المرشحة وبقوة في المرتبة الثانية، فاطن يتأخر للمرتبة الثالثة، والجلد يأتي إلى المرتبة الرابعة، وفهد يأتي إلى المرتبة الخامسة، الرداد يتأخر للمرتبة السادسة، ومدفع ومعيوف يأتي من الخارج الآن لأخذ الصدارة. مدفع من الداخل مع جايرو ريندون، ومعيوف مع عبد الله الحمد، ومحاولات سبيستيان مدريد بالجلد الآن. فهد العويس يحاول بفهد في هذه اللحظات، ومعيوف يتصدر الآن في المرتبة الأولى، الجلد يأتي إلى المرتبة الثانية، تأخذ الجياد المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، بداية التنافس المثير. الجلد من الخارج، معيوف من الداخل، الجلد معيوف، الجلد يتقدم، الجلد يتقدم للصدارة، الجلد للمرتبة الأولى، الجلد للمرتبة الأولى. معيوف يتأخر المرتبة الثانية، فهد يأتي للمرتبة الثالثة، مدفع للمرتبة الرابعة، وعقيل للمرتبة الخامسة.